السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. انا مقصدي اقولكم يوم ما اروم منزل في الظلام، حين الظلام يعني منو يروم يربع تنص الخناخيش، حين ما تروم لو فيك شجاعة عنتر، لو فيك شجاعة عنتر بن شداد. والله يا ابوك ما رمت ظلمي، حش علي انا مدحوب العالم، والله يقولون نحن نتخلى من الساعة 6، ادور عقلي الساعة 6 ها سياير بعدهم بليتات، انا بقى انا شد عن السي ها ظلام، منو يروم يمشي في الظلام، هاك البسيك اشوفه لبت احب تشوفونه، وين صار لعين ما شافته في المزرعة بليته يمشي، حلو وانا بشو اللي حادني ما شي كان، لا والله بتري ابوي من يسجل النور بدخل، لا سابدين الله ولا غالبين، القوم تروغني يقولون وانه الامريكان كوفي، هذا معلومة أكيد يعني، قبل التمرين بربع ساعة ولا 20 دقيقة. يا سلام، لا صار شرات ولا لا قبله ولا بعده. ليش؟ على أساس إنه يعني يعطيك له اسم، هو حرق، يخليك يعني أكثر تحرق كالوريز وطاقة والأشياء هذه يعني. هو له اسم غير هالكلام اللي انا قلت لك، شو ما اتذكره. يلا عاد ما يصير، وانزل تحت برد الدرام مسك، هذا ذاهب سامانيها، شوفوا ما لحقت انا حتى مال التمرين ذهبه، كل ثماني مرتب، كل سامبوني شي من قبل ما ارقد اظهر ساماني وحط علي اللي حق باكر الصبح، جوتي وزليغي وهذا الهلهوب اللي يلبسونه تحت. انا ليش قلت التمرين؟ مفروض اقول الجري، هو كل واحد على الجري ولا التمرين، ترى تمرين بعد اسمه شو يعني. هو مفروض اليوم ما اجري يعني، بيني وبينكم لازم اليوم اسير الجيم، كان قلت في خاطري ابوي ما بسوي جيم لين ارد البلاد، الحين بس يسد الجري والمشي هذا، انا ابو من اصبح لين امسي مشي ريج، وبعدني بسير التمرين ما في ابوكم، وين الوقت بيخطف وقتي اللي يسمونها هي الحديقه، الجري ساعتين وبرد وبيلس، وبعدي بسير اشيل الحديد، انا بعيالي جاي انا لحق نوادي متى بتمشى، والله سالفه. يلا سيركم تو هطالع شيف الحين الحين ثمان وشي بعد، والله مشكله هذه، خيب هالشباب كبرات تريري ويعاصوف خاري، يلا ويا هالبرد عزة الله يمت، هاي يسمونها اليمدة، لا إله إلا الله. ما تشوف ايش قلت تريري، لا إله إلا الله، شو اللي قال فني، ولكم بغى شي ودر شي، كان من اصبح لي نمسي يسرط، لا بد ابوي من جري، هي نعم لا بد من هالجري، ايش بتسوي ولا بغى لي كبر الدراع، روحي الحين ما ازداد توتبت، البدله هاي اللي علي اقول لكم العام تترقرق تخق علي العام والسنه، يلا يلا على ما قالوا هالكويت مغلغص نفسي فيها، والله انها مصيبه، الله كريم. يلا من البارحه مرمسنكم، وين كنت وين الكليب؟ هذا المكان مرمسنكم انا منه، يا غير اليوم ما برمسكم من هالاماكن قريبه، اليوم بصبك هناك ثلثين المسافه بتخطف ولا الثلث، ما شي فايده، اذا اجري شويونه ويلس صار مسوي اكبر ربع ساعه ونص ساعه، ما شي وقت، ان شاء الله من اوصل هناك اقطع لي مدى يعني برمس وبسولف، ما انطاك كان شي رمسه اصلا، البحر رمسه مره عبرت، ما تم شي من رمسه، تمي خليت شي ادخرت شي انا ما ادخر عنكم ادخيله، هاي روحها مصيبه، والله انها طبعي طبعي لو قصوا صبعي اقول لكم ازايق من هالشيره تتمايل، ها ميليو الخضر باميل صوبك، ها هذا عاد ميليو، هذا ميليو الغبر، هذا غبر آتي. يلا ما بدنا نطلع ثلج، قطع الدنيا، يا سلام سلم بيضتم وحده، شو اللي كالف العرب ابوي مرتاحه، سمعتوا بها اللي يقول مشجي عمره، هذا اللي مشجي عمره، هي والله انا والله يا ابوك لو شويه ايام متعبني عن 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 الصراط، والله لا غدي واحد يا غير تحراني حربه، يا غدي ابدا مروان صفن، لكن سبحان الله ما
وقعت يمده وسبه ان التليفون قابض هوس على دقمه التسجيل. الحين يبين لو ما يبين التصوير انتم طلعك تشوفونها اللي انا اشوف. يا رب البيت والحرام شوف الله عليكم. قطر 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 يطير قطر لا حول لا قوة الا بالله. شوف الله يا حافظ على العقل. يوم اقول لك العقل زين وخزينة هذا العقل زين وخزينة. يا سلام سلام تو تغطى الظهر بعد سكي هبسكي يسمون هذا اللي في البحر اللي يركبون التيشيرات البانوس زلقانية. قلب الله تمكبر. ايوه قول عفاريت هذا بيقول عفاريت عبر الدهر تو متغطط. رب الله مختلف البرنامج اختلف البرنامج الله يحفظكم. مشيت وتلاقيت ويا واحد من الربع احب اشاور ثاني بيصور له لا في طرف المطعم اللي في طرف الحديقه العود هذا اللي شرات الشراع زين. قلت له ايش رايك انت ريق وياي يربع شك انت ريق ونكمل جري. قال توكل على الله بنصير عاد المطعم هذا اللي عداه يسمونه اللي عداه البارك تاور نادي اسمه ما ادري شو اسمه يسوي ريوقه يعني هو ريوقه وايد فنان ما اتذكر شو اسمه عاد اعتقد نادي اظني اسمه. و انت ريق بعين الله خير برد نكمل جري. هذا اقول هاي الشير ها غير تحر هاي يابسه تراها حالها حال الشير اللي يابس غير رقت عليه الحبايه. وابدا الغدت سبحان الله غبه خضر روحها. يلا تبي تظهر لو ما تبي تظهر دور لك دار عادي وقع راسك فيه تعبين نفاق ملاد بعد هذا اخوين المطعم اخر واحد فيه لحس ما والله اني مره ما اتذكر اسمه. راحي يوم اصور ويا ياسر بالخدية في نفس المطعم هذا الناس العرب ابويتي المطعم يتريقون لي من الريوق العربية فول وفلافل وبيض وطماط وطحنة الزمان كلها فيه وخبز حار يدخن ومتهلع عادة هنا ومثل ما اتفقنا الجدول هو تصوير في مطاعم ما شيء إلا كان حد عازبني والدنيا مطرجة. البارحة تراني معزوم هاي بتقولوا ما قلت لكم هي نعم البارحة صورت لاني معزوم بسير أصور هذا المطعم الفلاني وهذا ويوم هاك اليوم يا ربي يا ثلج. قال ما يباني اصور حبيبه قال لي لا تصور رحمة ترى ما بيالس اصورك الحبيشي لا ابدا وما شيء وخلاك. هاي الحبيشي الله يحفظكم من ربعي في ابو ظبي جماعتنا وضاري نجري هناك في ابو ظبي ما بجري في الجيم نتلاقى واليوم شفته مره ثانيه وعلى اساس لي وياي في نفس اليوم. هذا تحيدون البارحي ياسر بن محمد بن سعيد بن احمد بن خلف زين هذا البارحي عاده اليوم الله يحفظكم هالريال الفنان الحبيب الغالي البركه هذا صفوه البن خديه احمد بن محمد بن سعيد بن خلف بن خديه. والله مليون مرحبا بالخالي مرحبا بريحة الطيبين مرحبا بريحة الغالين مرحبا بصفوة الطيبين الله يخليك يا خلف لا عدم منك. حتى سيف المنصوري سلام عليك. وعليك السلام كيف حالك كيف انت يا مرحبا ابو هناد الله يحفظكم الرجال. هذا انا وياه في جروب اسمه جروب نفته مال الزراعة ونحن كلهم مهندسين وكلهم هل دراية في الزراعة وهذا اختصاصه تطعيم ناس كلها تعرف تطعيم التين وتطعيم الهنبة وتطعيم كل شيء والعنب والعنقور وكل شيء يرتب في الدنيا لكن تطعيم لوز هذا هو اللي بعد عنه سمعتوا هذا بعد غير رمونة تطعيم لوز طعمت شو الاصفر والاحمر في شيرت وحدة نعم شو الناتج طلع كم الارتفاع حاليا تقريبا متر. متر تبارك الرحمن ما شاء الله الاصل والتطعيم صح هي. شو قالوا شو الرمس اللي سمعته عن التطعيم شو الناتج راح يكون الصلامه تصغر والحمل تكبر هنا
ياركم الله، يا ما حد يغلبكم، انا اصير ابوي. جيت الله يحفظكم يوميت حق عيال خالي، فما دريت ان المنصوري هذا وياهم، فاساله هو عرف لي قال تدري بين منو؟ قال يعني وياك في نبته نتكلم يوميا في الحوار، غير ما تشد شفت حد منهم. جمال بو هناد الله يحفظه قال هو مزرعته في الخوانيج، قال عازم الجماعه كلهم على قهوه. قلت قهوه؟ كان سبتهم على غدال وعشاء. قال لا قهوه هذا اول تعارف وعقب يلسف. قلنا ان شاء الله. وهالعزيمه من اربع سنين استوى القروب، لين يوكم هذا. بعد هالقهوه ما يلسف تعارف ما استوى. متى عيال الغداء لو العشاء؟ 40 سنه؟ الله كريم، بنتي يا ابو هناد. السلام عليكم. السلام. ايش حالك احمد؟ كيف انت؟ والله مليون مرحبا، مليون مرحبا ابو سهله. علومك؟ ما شبه انا ابو عسكر ايام مخصوص الا على سبك. لا 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 خلينا منك. لا 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 يا ابوي جايني امر من العاصمه، ضروري ابوي تصوره. هذا الرجال عليه طلب، ضروري تظهره. ضروري تصوره. لا ابو سعيد امره هين. كل الامر كله قالين ست سنابات يتوجهن كلن لك. نعم. لا لا ما بستريح، انت رياك توقف. لازم ابوي. ليش لا بد ولا عذر. لا لا لا. كيف حالك؟ كيف انت تريك تلو بعكم؟ تريك تلو بعكم؟ لا والله بعد لا حصل. زين يلا استريح لي. الله يحفظك. والجماعة الحين ما حد منهم يا شباب يا شباب يجلس يوسف بارك الله فيك، يجلس الحبايب، يجلس الشيخ، يجلس اقول لكم ما طاع. قال ابوي تصوير الحين ببيزات الحين والاخير. كيف يعني؟ نبي نعرف المعلومه. معلومه انك بايع بكره قيمه كبيره و... شو الحل؟ صغيره بايع. صدق عاد؟ اي والله. رقم كبير يا بيت؟ الحمد لله. تستاهل تستاهل. الى الله يعافيك. اللي ترد بالاوفوبيا ربعك شباهم. ها شباهم يا كل ما وراهم انا لا 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 صوره ربعك ليه شباب. وين ابوي هالريال ما طاي يخبرنا من وين ابوي؟ سيد بن حمد بن سعيد. هي والله والنعم والله والنعم والنعم والنعم. تقول تقول خير الله يحفظك تبارك فيه. ابو سعيد بتهيلس لا خليت منك؟ تفضل يا ابو سعيد. والله يا ابو سعيد والله والله لا شوف انا مقصر يا عداله. لا اله الا الله. يعني بتكسر يعني؟ يا رجل خف علينا. شكراكم الله شباب. مع السلامه. ما صور لعداله هالاطوال وانا قدي هالكبير وعداكم. يلا صور. منور. الله يسلم قلبك. الله يحفظك ويبارك فيك. انت من العينه؟ نعم. ما شاء الله عليك. وجهك وجه عيناوي. عيناوي. فنك نعم ما فيك حيله. الله ييسر امورك. الله يبارك فيك. من الخصيف عادل؟ عبد الله راهب بن الخصيف. بتسوي هاي الصوره حقها؟ هاي الصوره حقها. نسيش علي. ها آه اسمع شهد يا بن الخصيف جالسين يصوروني اللي عسبك. ابوي تريقنا وعينا من الله خير ويا عيال خالي الله يحفظهم ياسر واحمد انزين وودرناهم ابوي هذاك وين الشيرتن بارك تاور وين ابوي مناك ها دلي 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 ها هذا مخطف طريقنا هذا مخطف طريقنا الحين بنمشي هذا اللي تحت الجسر هذا يسمونه ممر الخالدي ممر منو ممر بني خالد هذا المعبر مالهم لين الريال جاردن سيده يشت يعد من تحت الجسر هذا انزين شت يعني البحيره كامل هذا شرات الخور الحين تصب في الطرف هذاك البحيره الصغيرونه كلها ترى متواسيات هاي عدال هذه هاي عدال هاي وهاي منهن تسمع المصري يقول لك المليان ينقط على الفاضي هاي عاد مليانه وتنقطر على هاي وتقطر على هاي وهند تجي التالن هاي ترى بحيره صناعيه على ما كانوا يقولون في ذمه المكان ودق لي الله يحفظه بعد عبد المحسن العصفور تليفون ربيع اللي من الكويت اللي امس صورنا وياها اول امس والحين عم متواعدين وياه ساعه هنتين ولا وحده قلت له يجيني الفندق وكني خلص الصلاه وعيت من الله خير وبنتوكل على الله ما يندرع وين بنسير وين بنتجه العلم عند الله بنوافيكم بكامل المستجدات يلا عاد بس عليكم وانا ما ادري بلاني على الرجال قابض انه غانم وغانم 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 وفقير هو لا بغانم ولا فيها اشباح حد من غانم رجال اسمه عبد المحسن
وانا قابض انه غانم وغانم. هنا الله رحمني ابو الحبيشي خادم الله يسلمه قال لي ابوي الرجال ابوي اسمه عبد المحسن وانت قابض سامت عليه غانم وغانم وغانم غانم وغانم بلاك ابوي برد بردي. يلا برايكم مشكلة اشباهه ورنقه ما بمال غانم ولا بمال عبد المحسن مال محمد احمد شي اسم خفيف مكثر عبد الله. غانم مال واحد شي عريض وقصيروني رقبته قصيره شي يعني قصيروني هنمونه. يلا يلا بنا المستخلاف خادم مسير يلا حان وقت الوداع نستودعك الله. شوف بيننا وبينك تليفون ان شاء الله سوي لي تليفون بنت واد على اذا انا بيني هذا الرجال غانم عبد المحسن انا بيني عبد المحسن بنصير نتمشى اذا مكان صدفنا نحن موجودين نفس المكان تلقينا تليفون سلم على ربعك اللي يبقى مع السلامه شكرا حبيبي الله يحفظك. سبرنك 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 يلا الله يحفظه. هذا هندقي ظاهر عنا الصبح وحين راد له بحفظ الله ورعايته اللهم لك الحمد. اخترت وانبسطت عينت من الله خير وحين ابوي عاد راد زين راد الحين هندقي اموري طيبه ومتريج معين من الله خير لا غير البارح مثلا الحين المفروض يوم اوصل الحين انت يوم اوصل هالوقت قرب الفندق لاني ميت مليوع اليوم لا اليوم ما شيء لاني تريقت ريوق ثجيل بعد ما بأي ريوق لايتي والله نبج راسي عاد الحين شو بسوي قبل ما ادخل فندقية ستاربكس هنا كبير مرة شاهد الفندق باخذ ابوي اسبريسو تربل اخذ البحر على فكرة اللي طلبها الرجال ما بغاوي لكن توزيته والله كان تبغون الصدق لأنه دافي يا غير ما بغاوي قط البيدام ويا الحليب ومشروخ ومصبوب ما بغاوي يوم تشربه شيء ينشب بين ضروسك وعلى وين لها فيهدمك شوي بتنجل بكبدك افتكيت منه اني ما اكمله لكن توزيته والله كان تبغون الصدق ما تبي يا حبيب النبي على الحين باخذ طلب فيه المتعارف عليه اللي هو ريشات سبريسو شويونة حليب حار ويلس على اهتيق الصبح أقول لكم أنا نازل عصوف وثلج سنو صورت لكم ما طعي يظهر في التصوير كيف ما طعي يظهر في التصوير أنا ما أدري به كيف يعني ما ظهر في التصوير سبحان الله. يلا عاد برايكم باخذ كوفي وبركب فوق بتسبح وبصلي وبتلبس وتوكل على الله. عاد وين الوجهة العلم عند الله الوجهة وين الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم. أتري أبيني هذا الرجال مال الكويت بنشوف عاد وين يبغى نسير. الحين قلت بتصور صورت تتعرفني يا أخي أنا ما أعرفك أنا بغى رحمة الدريش المرة والله والنعم إيه والله والنعم أعرفها كلهم شحال حبيبي وين ساير الحين؟ ما بساكن في البندق؟ لا في البندق. إيه الحين وين ساير؟ نروح برا. أوكي مشوني. زين حلو الجو. لا تيجي الستاف الوايد. لا. سوي رياضة. حط على عمرك وتقضي فنان. يلا حبيبي. مع السلامة. صباح الكشخة الحين هذا هاي كشخة شيء مات اليوم. عبدنا وها ما يبتوا الفاني ترى تبين. حمر وأخضر وأصفر يميع الألوان فيها. يلا. صباح الخير عبد المحسن. صباح النور. How are you؟ الحمد لله. كيف حالك؟ طيب طيب حالك. تصبح؟ تمام. بعد. حبة برميطك. هي قال لي خالد لا تصورني. قلت له إن شاء الله. إحنا ترى ما بيعس نصور. حاضر. البارح مثل هالوقت أمس مثل هالوقت أنا بعدني جالس فوق. ثلاث اثنين ونص البارح نازل أنا. ثلاث يمكن. اليوم الحمد لله رب العالمين ظهرت من الوقت فيواحي لي. الحين ظاهر من الريال قارد بالاتجاه لين لندن هيلتون بعدين لين اكسفورد بعدين لين بيكادلي
ومنك عاده جد على برتي ما لبرتي ونبقى هاي كلها بقى الزب الدنيا هاي كلها ان شاء الله. ومضوايه في الليل 9:30 ل10 صلاة ورقاد وكل يوم على هالبرنامج. يلا شرايك شرايك هو قال لي لا تصورني إشارة حمراء آخر مرة توبة أسكن في جدار ريال جاردن العرب أبوي هني جدار لنتار جدار البقاع هاي كلها وأنا أبوي ميلس هناك طال لنتار ما زين إلا منطقته منطقة لنتار والله العالم كلها هني سواء هناك زابن وين بيس يضيع عياله أو إن جديمك نديمك الله تصير جديمك يوم اللي هنمونه حاطيني في حجرة ما تسوى شفطة عام. لا والله المنطقة هاي حية المنطقة هذه وايد حية عالم اسمين عبة الشارع هذا عباد العام العام يعني عام الأول العام أعتقد عبة عباد اللي ساير ياي فسيرها صورها هالبناء ساير مصورنها ياي مصورنها هالبناية ساير مصورنها ياي مصورنها فندق هي البناية هاي فندق ما أدري شو اسمها أخ مكتوب اسمه هذاك وين كنا ساكنين العام شيرتن باركلين ليتني تميت السنة فيه ليتني سكن فيه ولا في الفندق هذا ريال جاردن زين لكن اللي بيحجز روحه من الفندق من الإدارة الفندق ما بمن سمونه من دوت كوم يعطونهم الحجار الجدار في نص البكدلية الحين هذا شارع واحد وين أنا جاي الحين هذا الشارع هذا من البكدلي لين فندقي ريال جاردن كم كيلو عاد مشيت العلم عند الله او اني بشغل هذا اللي في التليفون يحسب الكم تمشي غير ما نسيته كم شيء اقولكم تعترني اصور بالجلبي اقولكم وصلنا مطعم حيث نص البكدلي مطعم ايطالي هو إلي وياي عازمينها جماعة أمريكان يعني كانوا يدرسون وياي في فرنسا فترخص مني قلت له والله تبراه تخذ راحك قلت له بندخل مطعم لا تعرفني ولا أعرف لأن أجانب مركم واحد يمكن حوالي 15-13 نفر كلهم طلبة كانوا يدرسون وياي في فرنسا الحين هو يلس وياهم هناك وأنا يلس روحي لقيت في طاولة قال لي مستحيل تحصل طاولة بدون حد أبدل يا سيد الحمد لله لقطني طاولة صغيرونة درت علي المطعم هذا الإيطالي برغم أني مبيوعان بس الحين بتغدى المطعم عاد ما يندرى بشو بطلب شو نوع المطعم هذا يس زين يلا سويت الفيديو أنا يلا عادي حلال عليك أنت من أبو ظبي؟ نعم الله والنعم ينعم انا ما اعرف ما جايين المطعم هذا الا بالصدفه ترى نفس الشيء عند والد يابنا غير كان المطعم وايد فنان لا لا كله سي فود اي ما شاء الله بالعافيه عليك زين حبيبي يلا توصي على شيء سلم على شيء بس يوصل ان شاء الله الله يحييك سبحان الله بعد هاي جماعه في هالمطعم اخر الدنيا لقيت ناس يعرفوني وما اعرف يعني من هالامارات اعتقد مغرب سولفنا ورمسنا قبل يعني ابوه واخوه ظني لي اكبر عقبي اهو هذا حرى روحه قال لا انا وياي الوالد ترى اللي جاي ويا قبل تراه ابوه وسولفنا شويه وساروا مطعم وايد فنان هذا مطعم ايطالي طلبت انا ريزيتو والجبن هذا جبن شي عند البومه أفوكاتا أفوكاتا هذا في مصر اسمه هو ريبولي وبعد جبن هاكلي ويا الطماط المهم شبع أكلهم زين وفنان مطعم عادي من مطعم من المطاعم الفنانة بلاد من كبرة ولا كويتي هكوها وين جالس
وين وين هاي الحرمه مسكر هذاك وين ارب الله تفاد حي. طلبت الله يسلك ثلاث تيمونات، روزيتو وبوراتا وريفولي، وكل واحد احسن عن الثاني ولذيذ. ولحد يسالني عن اسم المطعم لاني ما اعرفه، مره عند الدوار مال يسمونه عند الدوار مال مال بكدلي مره منو بكدلي لذيذ اكلهم منزور لين عين هوادر لين عين هوادر. حتى في هالمطعم اللي ما شديته ولا مرة سبحان الله يوم تبني طلعت فاتواتي ولانها مدايه يا الله. هاي يوم يقولك ليتني في كل حل صديق، اللهم لك الحمد، هاي روح نعمة من ليت ما دفعت ولا بيزة على أكل. والله ابني ما بكي لكن سبحان الله يعني الله يهيئ لك حدنا يبدي عنك وانت غار. هذاك وين قاية الطاولة أدوا عني وينهم هذاك الريال شوفونا هذا ظاهر وجهه ريال هب الحية صغيرون البيضة فيه دكتور أتوقع من هالبرابي يو سلم علي هو وعياله وهم اللي أدوا عني الحساب. أنت اللي طلبت فاتورتي قالوا أبوي فاتورك مدفوعة طالعة مالهم بيضة برد البيزات لي أدنهم ما خرت ولا شيء. هذا بقليب الحمد لله إن ما دهيت أمري وياهم. شكرا على حسن الضيافة بارك الله فيك. هذا واجب عليك، هذا واجب عليك. مشكورين مشكورين الله يحفظك الله يسلمك. تشكرين يا شباب. شكرا على السلامة. شكرا كلكم على اساس اللي يبي يدلل المطعم هذا هو البكدلي اللي تشوفونه، وهذا الشارع سيد يخطفكم على فندقنا العامي ويخطف على البارك تاور ويخطف على البقع كلها وفنادق ابو ظبي اللي من الطرفانيات ما ذكرت اسمهن لين الريال جاردن. هذا ابوي المطعم خيبه والله بغيك فخري هذا الباص زين. مرة سيد ليل وهذا المطعم شو اسمه ما عارف شو سي اي سي بس هذا هو اكل وايد فنان وكل على الادار صور الامراء والملوك وما ادري شو. ترى مطعم من مال كباري ولا ما ادري ما يندر عدد السعر انا ما اعرف كم في خاطري اعرف كم السعر لكن الحمد لله رب العالمين بك الله سعيد من عمه. يلا برايكم كم لعازماتنا عبد المحسن لعازماتنا وحدة منهن يدها مهراجة والثانية يدها شو اسمه جون كندي ها مال امريكا صح هي والثالثة من يغير هاي ام زبيب ربيعتن كان عندي يدرسن وياه في فرنسا قرب الله والله ما بهين كان حد هين ما بنار بارد لكن الحمد لله انت توزيت ابوي فاتورتن وانا ابوي فاتورتي دفعوها عني رب العالمين يوم يبالي النجاح الحمد لله تكيت. اي والله زين دوكم انا اتحرم من هالكويت العاديين ترى ابوي هذا الريال من الكمبانية الكبار هاليته الكمبانية الكبار الكبار يعني زاد كل المسجات اللي يني من الكويت كلهم يمدحون هاليته يعني ويشكرون عليه وكل يطريهم بالخير يعني يطرون هله كلهم وايد يرمسون عني يعني وعن كتب أب وايد يرمسون أكثر يرمسون عن أخواتك وطائفتكم إن فيها واحد على المحامي عود يضرب بالوصوف ما أعرفه نسيت والله شو اسمه عادي لكن طروه. بس بغيت أخبركم هالمعلومة عسبتي ما يطير يخليني أصوره وأنا طايح أغسل شراعة من يوميات ما دريت منه بس كمبنية عادي. أحلى شيء يوم يجيك بنت الكمبنية فنان سكرتي يعني تقول اللي في خاطرك ولا شيات لا بيزعل ولا شيات ولا بينقمك ولا بيقول لك شيء شيء حلو بنت الكمبنية شخالته بنت الكمبنية هو قادي من حد يقول لا إله إلا الله قال عليه غضب الله ينبح فيه العرب لا
وي ود الكمبانية وغادي سيلز كمباني وسيلز أخير عن كمباني ما بسيلز بغيت أقول نابح هاي فنادق هالمنطقة كلها بعد فنادق طالح كلها فنادق اللي كان أظني فنادق ما يونها عربو فنادق أظني هما روحن يعني ناس اللي من غير لك الوايد جميل هي بتكود بكبرة عليكم هذا الدنيا كلها لابجس الحين عاد ابتدى يدخل الظلام ابتدت عاد صري تلب 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 المكان غاوي والمشي زينة ولك ودك شوية يكون أخف عن هالبرد برد موت حرام ين برد موت هاي يقولون عنه سمون الحصان دم نقط الحصان دم يلا كل ما هاتي اللي ضار يقولها صلاح عليكم السلام تعال يا تعال ما بتصير منك تعال عليك رفجتي زين كيف حالكم كيف انتم والله مليون مرحبا بحبل البلاد مليون ما زين الا جاكيتك يا ابو فايف دراس يا لك تسلم تعبوا هذه لما تبين والله هذا الزين لا تقول اسمي لا 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 تحريس عن ابو كل ما شفت حد قام من يكتب كلها من يكتب كلها من يكتب موجوده في لندن نعم فيهم يلا يحفظك يبارك شايف تمر على شيء الله يحفظكم يبارك فيك السلام مرة ما تشوف الخاطر الله يوفقك الله يحفظك جينا فندق اسمه هاميارد هوتيل هاميارد هوتيل هذا يقوله عاده محسن عبد المحسن يقوله ان هذا شيء عندهم لوبي ومكان حق كوفي يعني من اخير الاماكن يعني اللي يعني زين في المبنى مودرن في نص بنيان في البيكاديلي كله البنيان كلاسيك البنيان بخاري كلاسيك ومن داخل هل يشوفونهن الفندق هذا مودرن مودرن في نص بنايات كلها كلاسيك أظني هذا كان يمكن مبنى وانهدم جديد يا زلزال ولا شياته وبنوا مكان هالبنايات الجداد أتوقع يعني ولا كيف يستوي هالنمون ويمدحونه فإن شاء الله أني بصور إذا لقيت شيء لكن وايد جميل انا اشوف انه جميل هاي صدق كله اللون الاصفر هذا ما زين لك رئيسي قاعدتم يا حافظ علمي ما ابوي ما رمنا نصور من داخل المقهى داخل ممزور امه لا اله الا الله وكلهم اجانب يعني ثانك يو كلهم ابوي اجانب وانا ما بارو ما صور خفت ان حد يفتن علي نشيت وظهرت فبخير انا اقول ان اخي الحين يعلى الله يحفظكم انا في ليستر سكوير في نص البكادلي في نص البكادلي بالنصيفة اي جميل زحمة جميلة سمعتوا بها الزحمة الجميلة زحمة جميلة زحمة زينة الفنانة شيء حلو والله المكان هذا غرامي البنيان لي من هالنمونة تريدون يوم اصور لكم في مصر الجديدة نفس اللي في مصر الجديدة لكن هذاك شيء عليه حلط وهذا بي حلط شيء محلط وشيء بلي حلط أنا معكم الرجال اللي توني وياه في المطعم اسمه الدكتور محمد الخزرجي أنا استحيت مساعة أسئلة خيلت لكن اللي من غير قالوا لي هذا الدكتور محمد الخزرجي بارك الله فيه جزاه الله خير عيال والله حيكم حي خير حافظ على العين وعياله ما شاء الله مؤدبين حافظ عليهم ما زلنا يا ابويا لين الحين في بكدلي سيركس ما خلينا بقعة والدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن كلها قاديها ما قلت لكم يبوني في موضوع سيلفريج نحن ابويا كنا ما بسارين انا لو بسير سيلفريج صرت لي من وقت الحين دقوا لي تليفون قالوا الحين ترياك هب الحين ترياك قالوا لي متى او ما متى او متى او ما متى قلت لا يا ابوي ما يحتاج متى دق الحديد وهو حامي تروم متى قلت هنا عند انت وين قلت ربك ادلي قالوا عيل ابوي تعال ابوي في سلفريج بنرمس وياك بنقص الحيه
احنا مسألين نشتري هوش. الله العظيم اني الحين مشكلة. كل شيء بسيط ترى. الهوش والشيء الغالي والرخيص هو اللي يكون. كان ابويا في سلفرج ولا في عرصة البريمي. كل واحد ابويا. نفس الشيء. ما يبى ابويا صدع ولا يبدي انا. ترى خوصم بخوص رقعت السم خصف. البيع والمشترى. كان ابويا في بركة، في بهلة، في نزوة، في الرياض، في الدمام، في الامارات، في الكويت، في اي بلاد كان، في البحرين، في تاروت، في سيهات، في وين ما تصير. ترى كل واحد ابوي سالف رجع عن المكان اللي نحن فيه 25 دقيقة وحين سايرينهم. هذا الشارع سيدي ينزلك على سلفرج. سايرين لحين بحفظ الله ورعايته. بخبركم عاد خلاص عن السر. من متى مسبوعين ثلاثة يدقوا تلفوني انا جاي لندن. دقوا ثلاث اربع وديات. يا غير من يت ما دقوني. ترى ما ان انت رياك ترتاح. قلت ابوي ما علي باس اشكو من باس. ارتاح عن ابو. جاي بطيارة تغني علي الطيارة على الاتحاد. الخير خيري والشر الغيري. رقت من اول ما طارت الطياره لين وصلت. فلذلك ابوي يتحروني تعبان. قلت لا في تعب ولا شيء. قال عيل ترياك الحين كم يبعد من الوقت ابوي؟ كم يبعد؟ واحد دفرني. كم يبعد من الوقت؟ قال 25 دقيقه وحنا سايرين عاد جداهم. وخلاف عاد من نقضي ونمضي. ما زين الا المكان الرابش. ما زين المكان اللي فيه حياه. يوم يقول والله نحن نحب نسير أماكن الهادية. أبوي لي بيسير لأماكن بيسير أبوي لأماكن الهادية يعلى الله يحفظه. أنا أبوي ما أحب الأماكن الهادية. أنا أحب أبوي وين الأوادم وين الناس وين القرقعة وين الصدع وين الديانة. أحب عين الماء. وين عين الماء وين الأوادم أبوي ثارد لمياها هناك أسير. أنا أسير عزل عمري أسكن روحي في مكان معزول ومقطوع عن العرب. لا حولي لا أنيس ولا ونيس. ما شيء كاله. لا يا أبوي ما شيء يا أبوي. الروح تبع عرق الأرواح إلا الميذوم يعزلونه. أكلي في ذاب عزلت العرب عزلوه لازم عزول لي في ذاب. ولا يا أبوي مدام حي وما بسير إلا المكان الحي اللي فيه الحركة والناس والساير والجاي. هي نعم. شوف الله عليك ما زين اللي تات. ما زين هالمكان. الحين هذا عاد اخر شارع في هذا اللي من يميني يوديك الحين اكسفورد سيركس. يميني يوديك ابوي بكادلي وما ادراك ما بكادلي. ويسار يوديك سمونه يوديك سلفرج. زين انت منو بالله عليك؟ تعال جاي تعال عليك رجلتي. ما بتصور صورتك عاد هنا ما بعلى هواك. ما بتصور. السلام عليكم. عليكم السلام. مشكورين الله يحفظكم. في زحمة الناس صعبة حالتي. فجأة اختلف لوني وما اتذكر شو علم الناتي. اللي خطف ما شيء الا ابوي سلفرج وجون لويس. هذا جون لويس وسلفرج ما شيء غير هن في تدي لندن. هذا مرة عادة ضربات التب. وعقب هنا عقب جون لويس أبوي عقب هاك الوقت ينك مليون محل ومحل. لكن أهم مكانين كانن في الثمانينات جون لويس وسيلفريج. هذا أهم مكانين في شنتي لندن. والعالم دور كلها مردفيسة في صناديق معدن مزرون لين عينهن. يلا هيبا طب اللي يصيح هناك بعد سمعونا طب اللي يصيح هي والله يوم قلت اللي ما يضرب حيوان هي والله. نحن كنا فيها السلفرج يا الجماعة اللي معايا يينا حينه الفندق هذا على حساب بنجتمع فيه بنجلس ان شاء الله. الفندق هذا اسمه بومنت هوتيل.
وياين بنيرس عاد بنسولف ويا الجماعة اللي بتفق معاهم وافيكم بالمستجدات إن شاء الله. شفتنا سامان اللي يبوني أشوفه والعلم والخبر وشغلهم وايد زين ورتب ورقم واحد يا غير لازم اتفاق بلي اتفاق حتى لو عايبني حتى لو زين بلي اتفاق ما يستوي. Thank you. Welcome to the Bonanza. Thank you. هذا أبوي فندق كلاسيك حلو هودي الهدوء اللي في الدنيا كله فيه Yes. Anything you need, sir. Whenever you're in town, just give me a call. Thank you. Thank you very much. Nice to see you. You have very good place. Mm-hmm. Very good people who's there mm-hmm. inside. Well, all of them smiling. We're all one family. Thank you very much. Yes, nice to meet you. And a happy, healthy new year. Thank you. Same to you. Salam alaik. كيف حالك؟ خير انت؟ الحمد لله يا ابوك انك دروسك صاحيات اجوب الحمد لله انك صاحيات تعب اخبركم انا ضاري اشوف في كل سنة بلاد اشو اسير لها القط حد اثرم انت دروسك مبتر صاحيات اشوف مرة بمطايح شيء الحمد لله واحد ها ليلة منك ما بمحسوب ليه منك ما بمحسوب محسوب الله يحفظه يبارك فيك وعمرك لا خليل جاي ولا احمد 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 اسمه احمد كيف حالك كيف انت يا مرحبا ابو شاب يا مرحبا اي صف ابو شاب ما شاء الله تبارك الرحمن ها عيبك العطر عرفت وين منها فنان ولا فنان وايد ولو ولا عادي تعال شو اسمه تميم هذا اهم براند حاليا موجود في سنفرج وين يا سطالك وصورك الحين ايش حالك كيف تصور عقب الحين مرتين يا مرحبا الله يرحمك على فضلك كيف حال خويا ما شاء الله عليك الطبيعه الله يبارك فيك حفظك شباب لا تقول لي ما اخذت من هالعطر ثمين ابشرك خلصناه اشكر فن حبه خلصناه رقم واحد شغلهم كله مضبوط يعطيك العافيه هالرجال منو بالله عليك يا ورا هذا اخوي والله والنعم حالك كيف انت لا تقولي ما يازلكم ثمين لا العطر المفضل عندنا يعلك تسلم من يقول يعلني ما ذبحتها عطر ما شيء عقب عطر انا جاينه البارحه قبل اول البارحه وخذت سنابل انا ويازلي وحين جيت اتفقت وياهم وبيعطونا بعد يعني سووا لنا امس الله مرحبا ابو حميد كيف حالك كيف انت مبسوطين مبسوطين ايش رايكم في هالبرد انا مستعيب من العرب اللي يقولون والله براد هذا ما براد هذا برد البرد غير والبراد غير والله شو الجو والله براد هذا برد ولا اي والله زين عاده يوم اللي مشي اليوم ما قصرت كديت عمري كد البلاء وحين ابوياني هالريال يا مرحبا زين بنقليط انت انا قوم بالصقر المري زين عيال المطروشي شي خصك عمار يدي عمار يدي عمار المطروشي خالك بلاك عيال ما خدت الطول انت خوالك والله ما ادري انا قصير الله يحفظك يا مرحبا الساحر كيف حالك كيف انت مبسوطين نعم يعلدوه امين انت ابوي منو بارك الله فيك راشد بن قريبان مهيري والله والنعم نعم بحالك شيفك شيفك قريباني كيف حالك كيف انت يا مرحبا بك اهلا هلومك كبت هاي لسون نعم عقبنا بيومين تبتي هاي تركب انا يا بس ما اعتقد شت خطف يوم علي في حياتي مشيت هالكثر الا في مصر في مصر كنت مشيت يوم واحد من الايام هالكثر اظني مشيت تقريبا مشيت كنت انا وعلي ومحسن مشينا اظني حوالي 32 كيلو لين الحين ماشينا 17 كيلو وباجيات 15 لو 17 5 كيلو وحين باجيات لين اوصل الفندق يعني اظني المجموع 22 اليوم من الصبح لين الحين هذا شيخ بوض اي والله والنعم شيخ بوض انت ابوي منو راعي المشابيس وانت ابوي راعي الشارجه ايه من هيام فهد الياسر
وانت ابوي راعي العينه والله والنعم والنعم والنعم. زين ابوي وين انا ساير الله يحفظكم، انا ساير الله يحفظكم في الدقيه وفي الطريق سمونه وين بسير وين بسير ما شيء مكان، ولان عدالي فندق دخلت وسمونه وانا ظاهر ولقط الجماعه هاي قدامي وسلمت عليهم بس. ترى الحبيب في هذا مصبح ابوي يدورني في الهايد بارك، يوم الله راد تلاقيت وياني عندنا بالفندق. شو قايل؟ ما الله راد نتلاقى في هاك البرد، الله راد نتلاقى في دفاع. الحمد لله. جزاك الله خير. يبارك. الحين وايدين امس يوم الاكل مطرش. نعم. عند الرميثات. نعم. قالوا والله ها من عند قوم الحنتير. نعم. انزين ها قوم الحنتير طايفه ولا ريال اسمه الحنتير؟ طايفه. طايفه ها؟ نعم. شو يردون؟ كويتات. والله والنعم والنعم. اسمي ابوك رمن رمته هاي في الحرمه ما حد رمه. تستاهل رقم واحد والله. تستاهل ابو محمد. والله خربت الرجيم هاك اليوم. ما شاء الله بس ابوي على من حق تصوير بس الله يحفظك محمد. الله يسعدك. شفناك. شكرا حبيبي بارك الله فيك. شكرا. يلا كرمكم الله. مع السلامة شباب. الله يحفظك يا ابو محمد الله يحفظك. يلا في مال حبيبي. يلا نتلاقى ان شاء الله. ان شاء الله. والله هاي سالفة التصوير هاي روحها شغلة. مشوار الطريق ابو خمس دقائق اخذ فيه ساعة وسب التصوير. انا ابو شو هذا؟ زين انا مبسوط يعني هبني ما مبسوط سوالف امشي واعرف العرب لغديات وعشيات وقهاوي ارومي ورد برد الحين بيزاتي ما خريت منها حتى جنيه واحد. والله زين السفرة هذه بلاش كل شيء بلاش. وصلت فندقية يلا عاد بس علي يوم اللي الغدا ما قصرت يوم اللي الغدا ما قصرت. يلا الحين يسجل حبيبي ابو محمد خالد الخالدي هذه الرسالة من الكويت على هالجو الحلو وعند خيتنا الغالية سمية تقول مساء الخير تمسي عليك بالخير وانت يا ابو الخير كله تقول صار سوء تفاهم بيني وبين خالد حبيب السفارة قلبي العمانية. السفارة العمانية لكن انت قلبك كبير ويحتوي الكل عدل عاد خاصة سمية هذه انا متابعها من ايام رحنا الهند والحين هي اختنا الغالية الله يخليك حبيب قلبي واحلى واسطة شفت خلاص بعد ما في احلى منك ومنذر ومنذر يسلم عليك انت ابو الخير كله يا حبيبي طل منذر حبيب الشعب كله ولا عاد هاي غالي هي دير بالك ها يا سلام الله يعين في حالك الله يسلمكم ما تقصرون حبيب قلبي ابو محمد ان شاء الله الله يجمعنا وياك على خير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هذا الواتساب ارسال ان شاء الله تسلم